أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يزيد أحيانا أو تزيد أحيانا بعض النعمة كالخبز والرز، فنضعها في الثلاجة فتيبس وتخرب فنرميها في الأرض الفضاء، فهل يجوز ذلك؟ وهل إذا رمي فتات الخبز والرز في القمامة يكون من إهانة النعمة؟ إيه نعم، ما يجوز رميها في القمامة إذا كان فيه خبز أو بقايا طعام ولا تصلح للأكل، فإنك إما أن تعطيها للدواب أو الحيوانات كالقطط والكلاب، يعني تضعها في مكان تمر به الحيوانات وتأكله، أو تبعدها في مكان طاهر في الصحراء. أما أنك تلقيها في المزابل أو في البيارات أو في المجاري، هذا حرام. نعم.